فالتاني هو يعني التاني راح عامل كده وهي سايقه هو عامل كده هي بتدي الغيار وتقوم رافع رجليها بس سايباها على الدواسه مريحها على الدواسه ما انت عندك فوت ريست على شمالك بس هو يعني هي علشان خايفه قلقه شويه فراحت عامله ايه هي انت دلوقتي انت لما بتيجي تدوس فرامل عند اي موقف مفاجئ المفروض انك بتدوس ايه مع ايه عشان العربيه ما تبطلش الدبرياج والفرامل تمام هي حاطه رجلها على الدبرياج على طول عشان تشيل رجلها اليمين من على الاكسلراتير وتقوم دايسه فرامل على طول والله ساعات بيخافوا العربيه تبطل فبتلاقيهم داخلين على الدبرياج قبل وبعد بالظبط بالظبط حلوه نص ساعه طيب فال يعني ده يبين لك ان طقم الدبرياج هو بيعتمد في عمره على كفاءه اللي سايق يعني انا اول لما اتعلمت السواقه طقم الدبرياج جيت عملت حادثه بعد كده لما بتعلم السواقه بقى جيت وانا بتعلم السواقه اتقلبت تمام في الحادثه دي حصل كذا مشكله في الفيس واخد ده الفيس بتاعي انا راكب سيراتو ال دي السيراتو ال دي زيها الموتور والفتيس زيها زي من البرودكت رينج بتاع غبور بقى زي الفيرنا ال دي يعني 2005 2006 الفيرنا الماتريكس الجاتس نعم لا الام جراند باور ترين تاني خالص معمول من جيلي تمام وحاجه كمان هيونداي الانترا اكس دي الاكس دي اللي هي 2005 2006